تطلق مجموعة أكديتال علامتها الجديدة أكديتال لايف، الرامية إلى تنوع عرضها الصحي، وهي شبكة من مؤسسات الرعاية الصحية من الجيل الجديد. تم افتتاح أولى مؤسسات أكديتال لايف في الحي الراقي للمدينة الخضراء بضواحي الدار البيضاء. إن مصحة بوسكورة تبني خبرتها على أقطاب التميز مثل العناية بالمسنين وإعادة التأهيل الوظيفي ومركز الفحص والجراحة التجميلية. تتكون المنصة التقنية لهذه المؤسسة من 5 غرف للعمليات وقاعة للقسطرة و8 مراكز للإنعاش و33 وحدة عناية مركزة وبطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 100 سريراً. تعتبر مصحة بوسكورة أول وحدة خاصة في شمال أفريقيا تقدم مركزاً متخصصاً في طب شيخوخة يهدف رعاية كبار السن. تضم المصحة كذلك مركزاً لإعادة التأهيل الوظيفي مجهزاً بمعدات روبوتية من أحدث جيل مثل حصيرة مقاومة الجاذبية ووحدة الدعم الهوائي لوكمات روبوت. كما يتوفر مركز الفحص بالمصحة على خبرة مؤكدة في الطب الوقائي وإنجاز الفحوصات الطبية بغرض تقديم مسار رعاية سلسة وفعالة للمرضى. فإن مصحة بوسكورة تتوفر أيضاً على مركز تصوير إشعاعي طبي يشمل الفحص بالصدى والماسح الضوئي والتصوير بالرنين المغناطيسي وتصوير الثدي بالأشعة من أجل تشخيص سريع ورعاية فعالة. توفر المصحة أيضاً قسم الطوارئ 24 ساعة على 24 و7 أيام في الأسبوع، بالإضافة إلى استشارات العيادات الخارجية. تستند المصحة على الإقامة الطبية المستقبلية التي سترى النور في 2024، والمكونة من 100 سكن من أجل استقبال المغاربة والأجانب الراغبين في رعاية ما بعد العلاج والفحص وإعادة التأهيل. ويهدف أكديتال لايف إلى تعزيز شبكة مؤسساته عبر المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة. أكديتال عناية وعلاج.